هنا بقصر المعارض في الجزائر يجتمع أزيد من 130 عارضا محليا وأجنبيا في حدث اقتصادي يعتبر منصة وفرصة للمتعاملين لاستكشاف وإقامة شراكات في مجال التعبئة والتغليف. معرض دولي يراد منه في طبعته الثالثة دعم هذه الصناعة وتطويرها مع تشجيع الاستثمار فيها. الهدف من اختيار دولة الجزائر هو التسهيلات والدعم بناء على اتفاقية التعاون الدولي بين الدول العربية، والتسهيلات اللي بتمنحنا ليها بناء على هذه الاتفاقية بتخلينا دايما احنا عندنا طموح وعندنا امل ان احنا نتواجد اكتر في السوق الجزائري، وبيبقى في بيننا وبين السوق الجزائري كبوابة لشمال افريقيا وبوابة لجميع الدول الافريقية. السلطات في الجزائر تقول إنها بلغت في الفترة الأخيرة مستوى كبيرا في مجال التعبئة والتغليف، وصل حد الاكتفاء الذاتي مع التوجه نحو التصدير، رأي قد لا يشاركه الكثير من العارضين هنا، حيث يشتكون مما يصفونها بمعيقات تعرقل التنافسية الحقيقية داخل السوق الوطنية. واجهتنا العديد من الصعوبات والعراقيل، منها عدم توفر المادة الأولية على المستوى المحلي الجزائري، وحتى وإن توفرت هذه المواد لا تكون بالجودة المطلوبة، أو لا تغطي الكمية التي نحتاجها في نشاطنا الإنتاجي. التغليف والتعليب بمختلف أنواعه من الكرتون إلى الورق والبلاستيك وحتى المعادن إلى جانب المنتجات الغذائية طرحت بين أيدي المتعاملين بآخر تطوراتها والتقنيات المستحدثة المستخدمة فيها. وعلى مدار 4 أيام ستكون الفرصة للقاء الفاعلين الاقتصاديين من العديد من الدول، منهم من يعرض ومنهم من يستفيد ومنهم من يطرح الانشغال بحثاً عن الحلول. نهى الزرواطي، سكاي نيوز عربية، الجزائر.